السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم حليوه ديال التمر، تجي لذيذه وزويونه. يلا خليكم مع المقادير. هنا البنات عندي هنايا زبيده، ها هي زبيده لينه، ها نتوما هي كي لا بوماد، ها نتوما تتشوفوا. عندي هنايا التمر، ها هو التمر، من بعد عاد غنعجنو ندير فيه شي حوايج. عندي هنايا الزيت، عندي هنايا السكر سنيده ماشي عامر، اي النص هكايا. عندي ما زهره البنات، وعندي نص كيلو ديال لافارين، يكون من نوع جيد. ها هويا صافي، دابا غنميلونجي هادشي. يلا ها نتوما يخليكم معايا. صافي البنات، دابا غندير هذا. درت قبيصه ديال الملح البنات، ها نتوما تتشوفوا في سميتو داير بحال لابوماد. درت قبيصه ديال الملح، دابا غندير سميتها سكر سنيده، ها هويا صافي. غنبقى نمعك فيها حتى تعود جاريه، حتى تخدم مزيان. نبقى ندير لها هكايا حتى يذوب داك السكر اللي فيها. صافي، من بعد البنات غندير فيها سميتو الزيت، ها هويا صافي صافي. نحرك مزيان تي ميلونجي تاني، تخلطوا مع بعضياتهم. تخلط مزيان مزيان مزيان. تيعود بحال هكا صافي. ودابا غندير شويه ما زهر، ما زهر البنات ها هو، تيعطي واحد الريحه زوينه في الحليوه. صافي غنبدا نخوي في لافارين بشويه 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 بشويه، نبدا نخوي. زيت تجي رطبه بزاف بزاف، تجي زوينه ولذيذه. زيت ثاني صافي، هي هذيك نص كيلو نيشان. صافي نص كيلو جاتنيش انا البنات. صافي غادي نجمعها ونرجع معاكم باش ما نطولش الفيديو. صافي نص كيلو هو هذاك، صافي نجمعها ونرجع معاكم.
صافي البنات، هي كملتها صافي، جات نص كيلو نيشان صافي. دابا غندير هذا التمر، ها هو عندي التمر هذا مشري بحال هكايا، عندي جلجلان مقلي ها هويا، عندي القرنفل وعندي القرفه وعندي شويه ديال ما زهر والزيت. ما عنديش الزبده دايبه، ما عنديش الزبده لينه، خاص الزبده تكون رطيبه. عندي شويه الزيت، غندير شويه الزيت البنات صافي، وتتجي لذيذه وزوينه. يلا خليكم معايا. هنا البنات غندير سميتو ها هويا جلجلان، وغندير عليه القرفه والقرنفل، تيعطي واحد اللذه زوينه القرنفل البنات. وعندي ما زهر ها هويا، عين ميلونجي هادشي صافي، ونخوي عليه ما زهر. يلا خليكم معايا. صافي البنات، ها هما درت فيها انا عجنتها وكلشي، ها هما حربلتهم هكايا، غنديرهم على هذا الشكل بحال هكايا صافي. دابا ها هي يا سميتو، ها هي العجينه هيايا. يلا دابا خليكم معايا، دابا غنبدا نشكل فيها. يلا خليكم معايا. صافي البنات، دابا غنبدا نشكل فيها، غنشد عليها هكايا تلويها بحال هكايا، وتنورك عليها هنايا، تناخد واحد الوحيده هكا صافي، وتنكمدها صافي، تلويها هكايا هكا، ونعاود ندير ليها هكا، ناتي نعاود ندير عليها بحال الكعبه بحال هكا. صافي ونديرها في اللاطة. نعاود معاكم وحيدة اخرى. صافي اللي هاك. صافي تنكمدها العجينة هكا صافي، واللوين اللي بغى يديرها هكا يديرها هكا، حتى هكا تتكون مزيانة صافي. وتنبدا نديرها بحال الكعبة صافي، بحال الكعبة غزال صافي، ونهزها ونديرها في اللاطة. يلا خليكم معايا البنات، كملنا سميتو ونرجع معاكم. صافي البنات، انا درت لها هاد الشكيل بحال هكايا، دابا غنخشيها في الفران ونرجع معاكم. يلا خليكم معايا. صافي البنات، دابا غندير سكر كلاصي، دابا راه طابو صافي كلشي، دابا غنمرمدهم في سكر كلاصي، تيجي رطيط بين هانتوما الشكيل ديالو كيفاش يجي، تيجيو رطيط بين وزويونين ولداد كلشي. المغاربه هادو تيبغيوهم كاع، المغاربه تيديروا هاد الحليوه تتجي زويونه ديال التمر، حلوه مغربيه تقليديه. هانتوما البنات صافي، تنسوسو هكايا. يلا خليكم معايا البنات، وهذه هي الحلوة ديال التمر البنات. هانتوما تتشوفوا كيفاش تجي، تجي لذيذة وزوينة، سيرتو ديروا فيها داك القرنفل مدقوق مع القرفة، تيجي واعر وزوين ولذيذ. تنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم، وتشاركوا في القناة باش يوصلكم جديد، تبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم. وعواشكم مبروكة البنات، الله يدخل عليكم العواش المبروكة ان شاء الله جميع المسلمين يا ربي. يلا خليتكم على خير وصحة فطوركم. سلامة.